الطيب في كل يوم جمعة. هاي التحطيب هي دارجة أفضل عن جد إحنا واخديها، وعلمونا الكبار إن إحنا نبقى ملمومين شمل مع بعضينا وحب بعضينا، والصعيد فيه بتمثل قوة الصعيد، ولعبة شعبية، لعبة الناس كلها متلعبها وليها أصولها وليها طبعا في مسابقات ما تحصل كده وبنوصل فيها الحمد لله رب العالمين. وكلنا كده حبايب، وكل واحد من بلد مش من بلد واحدة، يعني جميع المنيا، وفي ناس مدينة من مالا، وفي ناس مدينة من جلندون، وفي ناس مدينة من سمرور، يعني كلنا بنتلم من كل بلد واحد، وما تلم من هنا لعبة العصر مع بعضين احنا اخوات، وما نلعب مفيش حد يضرب التاني الا لما يكون واحد مثلا في مسابقة على تصفية محافظات. يعني انتوا بتنظموها على مستوى محافظات كده؟ ممكن يعني مثلا يطلبنا قصر الثقافة ونعمل مسابقات يبقى على مستوى المحافظات، ويطلع واحد من المحافظة يبقى الأول مثلا، كل واحد على قد زي لعب الكورة زي الملاكمة زي المصارعة، لعبة شعبية ولعبة ثقافية ولعبة مريحة للناس وتتفرج عليها وليها قيمة، ولعبة قوة ولعبة قوة في الأصل، هي لعبة قوة بالدفاع عن النفس. درس فيه كل يوم جمعة يمثلنا إن إحنا بنقدر صحبة مع بعضينا، بنقعد كل يوم جمعة بنلعب العصا، ومن عصا كويسة وفي نفس الوقت يغني عن أي حاجة تاني العصا. العصا لعبة شعبية، لعبة شعبية بتغني عن أي حاجة الواحد يمسكها في إيده تاني من غير العصا، فالعصا كويس. في نفس الوقت أي واحد بيلعب عصا لو هو في الغير لو هو في البيت لو في أي مكان، وحصل أي سوء تفاهم بينه وبين أي حد، لو جو خمس ست أفراد واحد يدق لو هو عصيته معاه مش هيناله منه أي شيء، بل هو ساعة ما يرمى عصايته ساعة عصايته تيجي صايبة على طول، وعشان خاطر هو يتيجي في أي حاجة إشكال إنه تيجي في أي عصاية. ولو اتنين بيلعبوا عصا وحطوا ظهرهم في ظهر بعض لمت عليهم أكتر من 20-30 نفر بعصي برضه ما يكونش في سلاح، مش هيقدروا يطولوا من الاثنين اللي حاطين ظهرهم في ظهر بعض ولا حاجة، ده بيلاقي اللي جاي من هنا وده بيلاقي اللي جاي من هنا، واللي يوصل منهم عصاية على أي حد هتيجي العصاية صايبة على طول هتقتل على طول. وفي نفس الوقت كل يوم جمعة بنيجي نقضي ساعة ساعتين هنا مع بعضينا، ونصلي ظهر الجمعة في سيدك الفولي ونمشي. في يكون أي وزير جاي أي حاجة جاية خاصة بقصر الثقافة، نمرة التليفونات بتاعتنا والبطاقات في قصر الثقافة بيطلبونا علشان خاطر نعمل إيه مقابلة للوزير أو للمسؤول اللي جاي، فبيكون في نمرة تخطيط في نفس اللعبة بتاع إيه بتاع قصر الثقافة. سلم على بعضينا وها الفترة الرياضية مع بعض كلنا، الغايب بيسأل عن الثاني، يعني إحنا كتلة هنا مع بعض. يعني الاساس اللمه والحبايب اللي كلهم حبايب بعض. ليه بتحبوا المكان ده بالذات؟ واسع عند الجامع الفول.